قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا. من مقاصد البعثة فهو عليه الصلاة والسلام رحمة للمؤمن والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى بل حتى للبهائم والحيوانات رحمة للعالمين. يشج وجهه وتكسر رباعيته وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. خطبة قيمة للشيخ الفاضل حسين بن علي الشراعي حفظه الله، كانت بتأريخ 7 من شهر ربيع الآخر لعام 43 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أنعم على هذه الأمة بنعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، وأجل تلك النعم وأعظم تلك المنن المنة ببعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كانت هذه البعثة غيثا لهذه الأمة ونورا لها بعد أن كانت تتخبط في غياهب الظلمات، فأنقذهم الله عز وجل ببعثة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن كانوا يعيشون في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء وفي شر وبلاء، فكانت بعثته عليه الصلاة والسلام كغيث نزل في على أرض جدباء فأينعت وأثمرت وصارت غناء خضراء. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام مبينا شأن بعثته وعظيم منة الله جل وعلا على هذه الأمة بذلك، كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها أرضا طيبة قبلت الماء، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه ما جاء به من العلم والهدى بالغيث الكثير،
الذي ينزل على الأرض فتحيا به وينتفع به الناس. ولا شك فلقد كان الناس في جاهلية وكانوا في ضلال عريض وفي شر وبلاء كبير، فكان في بعثته عليه الصلاة والسلام استنقاذ لهم من أوحال الجاهلية ومن شرها وبلائها. كيف لا؟ والله جل وعلا قد نظر إلى العباد آنذاك فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، كما جاء في حديث عياض المجاشعي رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم أن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر في أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، إلى آخر الحديث. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن حال الناس قبل بعثته وأنهم لعظيم ما كانوا فيه من الشر والبلاء مقتهم الله وأبغضهم وأبغض حالهم وما كانوا فيه من الشر العريض والبلاء الكبير، ثم امتن عليهم ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: وإن الله نظر في أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ممن كان عندهم دين من بقايا الأديان السابقة فكانوا يعبدون الله، فبقي هؤلاء. ثم بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام قال: وإني بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، يعني يبتلي النبي عليه الصلاة والسلام بمن بعثه إليهم، فإنه عليه الصلاة والسلام عانى من قومه ما عانى ولاقى من شرهم وبلائهم ما لاقى، فصبر على ذلك الابتلاء أشد الصبر وأشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، قال: وأبتلي بك، يبتلي الخلق به عليه الصلاة والسلام، من منهم سيطيع ومن منهم سيتبع النبي عليه الصلاة والسلام ومن منهم سيعصيه ويخالف أمره، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. وهذا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما هاجر مع جماعة من المسلمين إلى أرض الحبشة وقدموا على النجاشي، وجاء إليهم وفد من قريش يطالبون بإرجاعهم وردهم، فدعاهم النجاشي وسألهم عن خبرهم وشأنهم، فتكلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وشرح حالهم في الجاهلية وشرح ما أراد منهم النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث إليهم وما هي مقاصد بعثته عليه الصلاة والسلام، فقال وقد قام بين يدي النجاشي وأصحابه، قال: أيها الملك، إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف. هذا الحال الذي كانوا يعيشون فيه، هذا الحال وهذا الشر الذي كانوا واقعين فيه، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام.
وتركوا عبادة الواحد الديان، ورجعوا إلى عبادة الحجارة والأوثان، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش. والفواحش يدخل تحت هذا المسمى أشياء كثيرة من الفواحش والمحرمات، ونقطع الأرحام الذين هم أحق الناس بالإحسان، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. هكذا كان حالهم، فبعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار وصلة الأرحام، وأن نخلع ما كنا نعبد من الحجارة والأوثان، وأن نترك ما كنا نأتي من الفواحش. ونهانا عن أكل مال اليتيم وقذف المحصنة وسفك الدماء. قال: فعدا علينا قومنا، إلى آخر ما ذكر. فالمقصود أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لخص في هذا الكلام أحوال أهل الجاهلية التي كانوا عليها، ثم ذكر جملة من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي أجلها وأعظمها خلع الأوثان والأنداد وترك عبادتها، وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. فإن هذا الأمر هو أعظم مقاصد البعثة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. يقول ربنا جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الرسل أجمع، وأعظم مقاصد بعثتهم عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الدعوة إلى عبادة الله عز وجل وحده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وبعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها مقصدان عظيمان: الأول معرفة الرب جل وعلا وما هو عليه من الأسماء والصفات، والثاني محبته والقرب منه وطاعته. هذان المقصدان هما أعظم مقاصد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام: أن يعرف العبد ربه ويتعرف إليه بأسمائه وصفاته وما اتصف به من الصفات العظمى من الصفات العليا جل في علاه، وهكذا محبته سبحانه، فهو أهل أن يحب، ومحبته تدعو العبد إلى عبادته وطاعته جل وعلا وإفراده بالعبادة. ومن أعظم مقاصد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام ما ذكره ربنا جل وعلا في قوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ففي هذه الآية ذكر الله جل وعلا منته على هذه الأمة ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وتعظم المنة في كون الرسول منا، لم يكن من الملائكة ولم يكن من الجن، بل جعله من أنفسنا نقدر على التخاطب معه وفهم مقاله والتعايش معه من أنفسهم. ثم ذكر مقاصد البعثة فقال: يتلو عليهم آياته. يتلو عليهم آيات الله التي أنزلها الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يتلو عليهم هذا القرآن العظيم الذي فيه خيرهم وفيه نجاحهم وفيه نجاتهم في الدنيا والآخرة من كل شر وبلاء، يتلو عليهم ألفاظه ويبين لهم معانيه، يتلو عليهم آياته ويزكيهم أي يطهرهم من الأخلاق الرذيلة والأرجاس والأدناس التي كان عليها أهل الجاهلية، كما ذكر جزءا منها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في حديثه السابق ذكره. نعم، تلك الأخلاق التي كان عليها أهل الجاهلية متلبسين بها من الرذائل والقبائح نقلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى التخلق بأضدادها من الأخلاق الحسنة، من الأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة وكل فضيلة دعا إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه من أعظم مقاصد البعثة كما سيأتي الكلام بعد ذلك. قال: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمهم الكتاب، كتاب الله جل وعلا، يعلمهم تلاوته ويعلمهم معانيه، يعلمهم فيه ما أراد الله عز وجل منهم، ما أراد الله عز وجل منهم فعله، وما أراد الله عز وجل منهم تركه. فعلمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، وبلغ هذا الكتاب أتم بلاغ، وبينه أتم بيان بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة في قول عامة أهل العلم هي السنة، وهي شاملة أيضا لتعاطي الحكمة في جميع الأمور، لكن يدخل فيها دخولا أوليا سنته عليه الصلاة والسلام، فهي الحكمة التي علمه الله عز وجل إياها، وذكرها جل وعلا مقرونة بالقرآن في مواضع عديدة من كتابه الكريم، كقوله سبحانه وتعالى عن نبيه وخليله إبراهيم أنه دعا قائلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقوله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي قوله عن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخاطبا لهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فالله جل وعلا قرن ذكر الحكمة بالكتاب في مواضع عديدة من كتابه الكريم، مبينا أهمية معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يلي المرتبة الثانية بعد معرفة كلام الله سبحانه وتعالى. فنبينا عليه الصلاة والسلام عاش بعد البعثة 23 عاما يدعو الناس ويعلمهم ما يهمهم وما يجب عليهم من عبادة ربهم ومن التعامل فيما بينهم ومن الأخلاق الطيبة. عمل ذلك علمهم ذلك بأفعاله وبأقواله، ووصفه الله جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فأخذ عنه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم تلك الأخلاق الحسنة، وتعلموا منه ما علمهم من الأقوال من أحكام العبادات والمعاملات، ونقلوها إلى من بعدهم، وبلغها من بعدهم إلى من بعدهم، حتى وصلت إلينا سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صافية نقية، وهي التي أمر الله جل وعلا نبيه، أو من مقاصد بعثته لنبيه عليه الصلاة والسلام، أن يعلمهم ذلك، أن يعلمهم تلك السنة المبينة لما أجمل في القرآن. فإن القرآن لم تفصل فيه مجملات العبادة كالصلاة، فلم يفصل فيها صفة الركوع
ولا ما يقال فيه، ولا صفة السجود ولا ما يقال فيه، ولا التشهد ولا القيام بعد الركوع ولا غير ذلك، وإنما ذكر ذلك على سبيل الإجمال، وبين ذلك بتفصيل في سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا الزكاة وبيان مقاديرها ومتى يجب الإخراج منها، وهكذا غير ذلك من تفاصيل العبادات وتفاصيل المعاملات كالأنكحة والقضاء والبيع والشراء وغير ذلك، فكل ذلك إنما بين وفصل في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهي مفصلة ومبينة للقرآن. قال ربنا جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فعلى المسلم أن يتعلم أحكام دينه من كتاب ربه جل وعلا ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا كان من أعظم مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الناس ما يهمهم من أمور دينهم وأحكام دينهم ودنياهم، وما يقربهم إلى الله عز وجل، وما ينقذهم وينجيهم من عذابه إذا علموا ما أنزل الله عز وجل على نبيه من الكتاب، وما علمه من السنة التي علمها لأصحابه ونقلوها إلى من جاء بعدهم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال أهل العلم: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالعلم الشرعي علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو من أعظم مقاصد البعثة النبوية. قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، أي من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم، لفي ضلال مبين، ضلال واضح وبين ليس فيه خفاء على أحد. فيا عباد الله، لندرك عظمة هذه البعثة وأهميتها وعظيم المنة من الله جل وعلا علينا بهذه البعثة المحمدية النبوية التي كانت سببا لإخراج الناس من ظلمات الجهالة والضلالة إلى نور الهداية. قال ربنا جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. عباد الله، ومن أعظم مقاصد البعثة كما ذكر في الآية تزكية النفوس وتطهيرها من الأخلاق الرذيلة واتصافها بالأخلاق الحميدة الجليلة الجميلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعانا إلى كل خلق جميل ونهانا عن كل خلق قبيح ورذيل، وهو القائل عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: لأتمم مكارم الأخلاق. فما من خلق حسن إلا وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا إليه، وما من خلق قبيح إلا وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونهى عنه. فأمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار وصلة الأرحام، ونهانا عن الكذب، ونهانا عن قول الزور، ونهانا عن كل قول وفعل سيء، نهانا عن ذلك كله. وتفاصيل ذلك مبسوط في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا عباد الله، على المسلم
أن يدرك هذا الأمر حق الإدراك، وأن يعلم أن الأخلاق الجميلة من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب عليه أن يتحلى بتلك الأخلاق وتلك الصفات. فلقد ساءت أخلاق كثير من أبناء المسلمين في أقوالهم وأفعالهم، فتجد الواحد منهم ينطق بالباطل ويقول الشر والسوء ويسب ويلعن ويشتم ويقذف وغير ذلك، وتراه يتصف أيضا بأفعاله بأقبح الصفات والخصال البعيدة عن ديننا الحنيف وعن شرعنا الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان نبينا عليه الصلاة والسلام أكرم الناس أخلاقا وأطيبهم وأحسنهم، ومدحه ربه جل وعلا بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، ودعانا إلى الاقتداء به والتأسي به في تلك الأخلاق الحسنة والصفات الحميدة. وأخبر أن حسن الخلق يبلغ به صاحبه المنازل العالية والمراتب الرفيعة، وقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ابتداء بتحسين الخلق مع ربه جل وعلا بأن يقبل على عبادته ويمتثل أمره ويجتنب نهيه، وحسن الخلق مع نبيه عليه الصلاة والسلام بطاعته ومحبته واتباع شرعه واقتفاء أثره والبعد عن مخالفة ذلك والإحداث في دينه ما ليس منه. وحسن الخلق مع أقرب الناس إليه من الوالدين والأرحام والأقارب ومع الجيران ومع الأصدقاء ومع سائر المسلمين، هذا من أعظم مقاصد بعثة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تلك المقاصد الجليلة والأمور العظيمة من مقاصد بعثته عليه الصلاة والسلام الرحمة، يقول ربنا جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو عليه الصلاة والسلام رحمة للمؤمن والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى، بل حتى للبهائم والحيوانات رحمة للعالمين. ولقد كان عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق وأنصح الخلق للخلق، وهو عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس ويتحمل الأذى ويعرض عليه إنزال العقوبة بمن خالفه وعصاه، فيقول لا إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، يرجم أو يؤذى في بعض الغزوات حتى يسيل الدم على وجهه، يشج وجهه وتكسر رباعيته، وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هو عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين ودعا أمته جميعا إلى الرحمة وإلى التراحم فيما بينهم وأن يرحم بعضهم بعضا، وهو القائل عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا علمنا أن هذا من مقاصد بعثته عليه الصلاة والسلام، وجب علينا أن نتراحم فيما بيننا وأن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الخصلة الحميدة والصفة العظيمة صفة الرحمة. يا عباد الله، نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي، فكم من أناس نزعت منهم الرحمة وأصبح يقسو على أقرب الناس إليه فضلا عن الأبعدين، فيعاملهم بالغلظة والقسوة والشدة عياذا بالله. فأين هذا من التأسي بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين هو من هذا المقصد العظيم من مقاصد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ومن مقاصد البعثة بعثته عليه الصلاة والسلام إنذار الناس من عذاب الله، إنذار
من خالف أمر الله وعصاه بالنار، وتبشير من أطاعه واتبعه واقتفى هداه بجنة عرضها السماوات والأرض. قال الله جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فهو عليه الصلاة والسلام بعث بالبشارة والنذارة يبشر أهل الإيمان وأهل الطاعة بجنة عرضها السماوات والأرض، يبشرهم بما أعد الله عز وجل لهم من النعيم. لذلك فصل نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم كثيرا مما أعده الله عز وجل لأهل الإيمان، وأخبرنا عن جملة كبيرة من النعيم الذي أعده الله لأهل الإيمان. وطالما ذكر ثوابا للطاعات، من فعل كذا فله كذا، فيقرن الأمر بالبشارة. وأيضا كم حذرنا من عذاب الله وأنذرنا من نار تلظى، وذكر ما فيها من العذاب والنكال، وذكر حرها وسمومها، وكم حذرنا من عذاب القبر ومن عذاب عرصات القيامة وغير ذلك. كل ذلك من الإنذار الذي بعثه الله عز وجل به، فهو يحذرنا من المعاصي ويذكر غوائلها وعواقبها الوخيمة وشرورها وبلاءها الذي يلحق بالعبد إذا وقع في تلك الذنوب والمعاصي. فكم من معاص يحذرنا منها مقرونا ذلك التحذير بذكر عاقبة الوقوع في تلك المعصية: من فعل كذا كان عليه كذا وكذا، ومن وقع في كذا كان عليه كذا. كل ذلك من البشارة والنذارة التي بعثه الله عز وجل به: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ومن مقاصد الرسالة والبعثة أن الله جل وعلا أقام بنبيه صلى الله عليه وسلم الحجة على الخلق لئلا يكون لهم حجة يوم القيامة بعد عصيانهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث حجة على الخلق لئلا يحتج الناس يوم القيامة ويقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. فنبينا عليه الصلاة والسلام أقام الله عز وجل به الحجة على الخلق، فلم يبق لإنسان حجة يوم القيامة إذا بلغه شرع الله وبلغه ما جاءه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأصر على مخالفة الأمر وارتكاب النهي. ومن مقاصد بعثة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ذكره الله عز وجل بقوله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذه الأمور كلها من مقاصد بعثة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأمرنا بالمعروف الذي يعرف في الشرع وفي العقول والفطر المستقيمة، وينهانا عن المنكر الذي ينكره الشرع وتنكره العقول الصحيحة والفطر السليمة، ويحل لهم الطيبات. فقد كان أهل الجاهلية حرموا على أنفسهم أمورا طيبة أباحها الله عز وجل لهم، فحرموها على أنفسهم، فجاء الشرع بإحلال الطيبات التي حرمها الناس على أنفسهم، ويحرم عليهم الخبائث. فطالما كان أهل الجاهلية يقعون في خبائث ويتعاطونها، فحرمها الله عز وجل عليهم لما تفضي إليه من الشر والبلاء الذي يصيبهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. مما كانت على أهل الكتاب قبلنا من أمور ثقيلة وآثار وأغلال
وضعها الله عز وجل ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إني لمبعث باليهودية ولا بالنصرانية، وإنما بعثت بالحنيفية السمحة. فمن مقاصد بعثته عليه الصلاة والسلام التيسير لهذه الأمة وتكليفهم ما يطيقون وما يحتملون وما لا يشق عليهم. ومقاصد بعثته عليه الصلاة والسلام كثيرة، لكن ما ذكر هو أعظمها وأهمها. فعلى المسلم أن يشكر الله عز وجل على هذه المنة وهذه النعمة، وأن يعمل بهذه المقاصد التي لأجلها بعث الله النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه هذا القرآن، وعلمه الحكمة التي فيها الخير للأمة. فما على المسلم إلا أن يعمل بذلك، ولو عمل المسلمون بهذا لعاشوا أطيب عيشة كما عاشها نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، وانتقلوا نقلة نوعية مما كان عليه أهل الجاهلية من شر وبلاء إلى عيشة طيب وهناء. وإنما حصل للمسلمين ما حصل من الشرور والبلاء والآفات ببعدهم عن هذه الأمور وأمثالها. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين من اليهود والنصارى ومن شايعهم وناصرهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وادفع عنا كل شر وسوء وبلاء ومحنة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.